عشاق الريال يمكن يكونوا قلقانين، وخصوصا بعد تراجع مستوى الريال على مستوى المنافسة في البطولة المحلية أو بطولة الدوري الأسباني، وخسارته المتكررة أمام برشلونة، وأخرها طبعا المباراة اللي خسرها بنتيجة 1-0. هل تؤثر الخسارة دي على فرص الريال في الشامبيونز ليج؟ هل يكون الموسم ده هو الموسم الأخير لكارلو أنشيلوتي؟ وماذا لو رحل مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما؟ كيف سيكون مستقبل ريال؟ معنا واحد من نجوم ريال مدريد السابقين، ميغيل أنخيل، طبعا ضفنا ونجمنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس، وبالمناسبة هو كان أيضا مدرب لفريق بلد الوليد وفريق أيضا غرناطة سابقا. خلينا نستقبله ونرحب بيه على شاشة الأهلي ونشكره طبعا على مشاركته معنا. أهلا وسهلا بيك، شرف لينا وجودك معنا في السادسة. مساء الخير، وأتشرف بتواجدي معكم، وأتمنى أن تسألوني الأسئلة التي تريدونها. الحقيقة بداية أنا عايز أرجع لفترة لعبك في ريال مدريد. يقال أنه في سانتياغو برنابيو غير أي ملعب تاني في العالم، الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد تختلف عن أي نادي آخر في العالم. أهم اللحظات اللي مش ممكن تنساها أثناء ارتدائك قميص الريال؟ حسن، بشكل خاص البطولات الليغا التي فزنا بها وكأسي الملك والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والخروج أمام ليفربول. خسرنا أمام ليفربول في فترة الثمانينيات، إنها ذكريات رائعة لي عندما كنت أبيض. انت فترة يعني في فترة وفترات قمت بتدريب الريال، واعتقد في اسماء كبيرة خرجت على ايدك لفريق ريال مدريد. نعم، كنت في نهائي باريس في عام 81، والنهائي الذي خسرناه بهدف، النهائي الوحيد الذي خسرناه أمام ليفربول، وبعد ذلك كل النهائيات فزناها أمام ريال مدريد، ولكن لسوء حظنا أننا خسرنا. ولكن ريال مدريد لم يكن يصل لنهائي دوري الأبطال لمدة 24 عاما وتأهل فيها تلك السنة، أتذكر بكل تأكيد هذه السنة ونهائي دوري الأبطال 14 أمام ليفربول. طيب، الأخير عشان وقتي هتجاوز النقطة دي، وخليني أروح لنسخة ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. بداية، إزاي شفت الخسارة المتكررة؟ لم تكن الخسارة الأولى، يمكن الخسارة الثالثة لريال مدريد أمام برشلونة الموسم الحالي، وتتبقى ليهم مواجهة أخيرة في كأس الملك، كأس ملك إسبانيا. شايف تبعات ده إيه؟ وشايف فرص الريال في إنه حاول يلحق ببرشلونة في المنافسة على لقب الليغا الإسبانية؟ نقول في كرة القدم في كل الأوقات من الممكن أن تخسر، ولكن الأهم أن تعود للفوز، ولكن الأصعب من الفوز هو أن تواصل الفوز وتحافظ على الفوز. ريال مدريد يعرف كيف يتخطى هذه اللحظات. الريال خسر في مناسبات أخرى أمام ريال مدريد، أمام برشلونة، ولكنه عرف كيف يتخطى هذه المهمة. ليس هناك مباريات سهلة بكل تأكيد، وبطبيعة الحال عندما تكون هناك الثقة تقل في الفريق فالأمور تكون صعبة، رغم أن الليغا عمليا أصبحت مستحيلة، من الصعب تعويض فارق الـ12 نقطة مع البرشلونة، ولكني أعتقد أن ريال مدريد قادر على العودة في مباراة الكأس وأتمنى أن يفوز. هل تعتقد أن تراجع مستوى ريال مدريد أو نتائج ريال مدريد على مستوى الليغا ينعكس أو يؤثر على فرص الريال في المنافسة على تشامبيونز ليج؟ لا، بكل تأكيد لا. دوري الأبطال بطولة خاصة، هي تمثل أمر خاص للفريق. قلت في مناسبات عديدة وفي تصريحات سابقة، بيكن باور قال في من أجل أن تفوز على ريال مدريد عليك أن تقوم بأشياء عديدة، لأن ريال مدريد متخصص في هذه البطولة.
أعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام تشيلسي، ولكن ريال مدريد قادر على الفوز وقادر على الحفاظ على اللقب وحصد اللقب الخامس عشر. طيب هرجع لمنافسة الـ 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 أو المنافسة على لقب الشامبيونز ليج، بس خليني أسألك لأنه كتير من عشاق الريال بيشوفوا أنه سياسة الإدارة تحديدا فلورنتينو بيريز وأيضا سياسة اللي أعتقد بتتفق طبعا مع سياسة كارلو أنشيلوتي أنه في تدعيم فريق الريال لم تكن على المستوى المطلوب، وخصوصا بعد رحيل نجوم كبار عن فريق الريال، بداية طبعا من كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، رافا فاران، جاريث بيل، وأنه لم يتم تعويض النجوم دول بأسماء على نفس المستوى. هل تغيرت سياسة ريال مدريد من وجهة نظرك؟ تغيرت سياسة إدارة ريال مدريد من وجهة نظرك؟ في ريال مدريد هناك أمر واضح، هو أن الأموال يجب استثماره في الأسماء الكبيرة. عندما هذه الأسماء تبدأ في الكبر يكبر سنها، فيجب أن يكون هناك خط واضح وسياسة واضحة في التعاقدات. ريال مدريد سياسته واضحة في الاستمرار مع النجوم لفترات عمرية معينة، ولكن يجب بطبيعة الحال أن تستقطب لاعبين على مستوى ريال مدريد. هناك الأسماء الكثيرة من الشباب الذين ننتظر منهم الكثير. الريال تعاقد مع العديد من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم المستقبل. نعم، مودريتش وكروس بدأ يكبر في السن ويقترب من الاعتزال، ولكن ريال مدريد يعمل دائما على البدلاء، على الأسماء البديلة. هو ينظر إلى اللاعبين على أنهم مستقبل ريال مدريد. سياسة ريال مدريد لا تتغير كثيرا من موسم لآخر. هو ليس الفريق الذي يهد الأمور من الأساس، ولكن ينظر إلى النواقص. أنت تتحدث عن قوام الفريق، هناك العديد من الأسماء المهمة في قوام الفريق، ولكن الجماهير بطبيعة الحال لا ترحم بطبيعة النتائج. يعني في فترة من الفترات، يعني مش بميل للمقارنات بين الأجيال لأن عارف أن كل جيل ليه ظروف مختلفة، بس في فترة من الفترات وكتير ده كان بيحصل مع أكتر من جيل، كان ريال مدريد بيمثل أو بتمثل عناصره في كل الخطوط خطورة كبيرة جدا على أي منافس، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم. النهاردة ما بنشوفش مثلا غير فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، باستثناء ده ما تقدرش تقول إنه في حد ممكن يكون مصدر خطورة من ضمن لاعبي ريال مدريد. أعتقد أنك على حق، كل فريق لديه طريقة اللعب التي تخص برشلونة مع ليفاندوفسكي، ريال مدريد مع بنزيما وفينيسيوس، كل فريق له نجومه وأسماءه الكبيرة، وميسي كان في السابق في برشلونة والآن في باريس سان جيرمان. الآن الفرق الكبيرة، هالاند مثلا على سبيل المثال هو الاسم الأبرز في مانشستر سيتي، كل فريق له الاسم الكبير الذي يبرز فيه. بكل بساطة عليك أن تكون هناك نجمين أو ثلاثة في الفريق. نعم، ريال مدريد في بنزيما الآن وفينيسيوس، وهو يفكر في لاعب بديل في المستقبل. هناك كامافينجا وتشواميني. أعتقد أن ريال مدريد قام بانتدابات تخص المستقبل، ستنضج مع مرور الوقت وستكون العامل الأساسي للفريق. وعلى الرغم من تبادل الأجيال وتغير الأجيال، ولكن ريال مدريد ظل يكسب لقب الليجا بعيد هذا الموسم، ولكننا ما زلنا في المنافسة على لقب كأس الملك ودوري الأبطال. وريال مدريد يقوم بتدعيم القائمة الوقت الحالي بلاعبين شباب. طيب، مع اقتراب رحيل لوكا مودريتش، توني كروس، ويقال أنه الموسم ده قد يكون الأخير أيضا لكريم بنزيما مع ريال، في كلام وتقارير كتير رصدت اهتمام إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع ثلاث لاعبين: بيلينغهام لاعب طبعا بروسيا دورتموند الإنجليزي الدولي، وكيليان امبابي نجم فرنسا ونجم بي اس جي، وأيضا إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والنرويجي الدولي. وأعتقد أنه من المستحيل على إدارة الريال أنها تنجح في انتداب اثنين من الثلاث أسماء دول. مين الأفضل
ومين اللي بيحتاج ليه ريال مدريد الأكتر من ضمن الثلاث أسماء دول من وجهة نظرك؟ أعتقد أن بيلينغهام ومع تشواميني وكامافينجا سيكون لديه مجموعة من اللاعبين الواعدين في وسط الملعب، وإذا كان هناك تفكير دائما في مبابي في خط الأمام فأعتقد أنهما سيكون صفقتان مهمتان للغاية. أعتقد أن مع طريقة ريال مدريد أعتقد أن هالاند هو الأفضل بالنسبة لطريقة لعب ريال مدريد وطريقة تفكير الإدارة، ولكن الأمر في النهاية هو اللاعب الذي يستطيع أن يتأقلم على الأجواء في ريال مدريد. هناك رودريجو أيضا، ولكني أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لاسم كبير كما ذكرت. طيب السؤال عن أنشيلوتي، هل ترى أنه إذا ما خرج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا هل هيكون الموسم ده هو الأخير لكارلو أنشيلوتي، وخصوصا أنه في كلام اتقال على أنه في مفاوضات بين ريال مدريد وبين زين الدين زيدان أو جوزيه مورينيو للعودة مرة تانية لسانتياغو برنابيو، ومن تفضل؟ بالنسبة لريال مدريد هو المدرب الذي الأفضل هو الذي يجلب البطولات. كل مستقبل المدربين يتوقف على النتائج، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن زيدان كان متواجد ويعرف الأجواء في ريال مدريد، ولكن أعتقد أن الأمر سيتوقف على كيف سينتهي الموسم، ما سيتم تحقيقه من بطولات أو البطولات التي سيخرج منها الفريق. إذا فاز الفريق بأي بطولة فمن الممكن أن يستمر. أنت شخصيا تفضل استمرار كارلو أنشيلوتي اللي تم الإعلان أنه يمكن يكون أبرز المرشحين للانتقال لتدريب منتخب السامبا، ولا مع عودة زين الدين زيدان أو عودة جوزيه مورينيو؟ الأمر صعب، الإجابة صعبة. أنا كمشجع مدريدي بطبيعة الحال أعتقد أن الاستمرارية هي الأفضل، ولكن الاستمرارية في الناحية الأخرى لديها حدود. الأمر يتعلق بالنتائج، بما يقدمه المدرب. إذا لم تتحقق النتائج وتتحقق البطولات فأنشيلوتي سيغادر بكل تأكيد، ولكني أميل إلى الاستمرارية على مقعد المدير الفني. هناك مورينيو، هناك زيدان، ولكني أعتقد أن إذا لم يحقق الفريق الأهداف المتبقية فأعتقد أن أنشيلوتي سيغادر، ولكن أنشيلوتي لديه من الذكاء في التعامل مع الفريق في الوقت الحالي. يعني هو سؤال صعب على أي مدريدي، بس لازم أسألك، إذا لم يكن لفريق الريال حظ في التتويج بالشامبيونز ليج، مين الفريق الأفضل أو الأقدر من وجهة نظر ميغيل أنخيل بالتتويج بلقب الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ المرشح بالنسبة لي بعد ريال مدريد هو ريال مدريد. لا، ليس هناك أي فريق آخر. إذا لم يحالفنا الحظ، هناك في الفرق الأخرى مانشستر سيتي يمتلك قوة كبيرة، يمتلك قوة كبيرة بكل تأكيد، ولكني في الوقت الحالي لا أفضل الحديث. هناك أيضا نابولي يقدم موسم رائع مع سباليتي، يقدم موسم كبير، ومن الممكن أن يحدث المفاجأة إذا فاز نابولي، إذا كان على نابولي أن يفوز بدوري الأبطال فعليها أن يقصي ريال مدريد أولا. أنا ما عنديش شك أنه احتمالية وصول نابولي للمباراة النهائية قائمة وبشدة. يمكن الناحية الثانية هو الطرف الثاني في المباراه النهائيه هو اللي صعب الحقيقه، لانه الاربع فرق مؤهلين بقوه، سواء الريال او تشيلسي، السيتي او البايرن، كلهم الحقيقه فرق كبيره جدا، والمشوار هنا ممكن يكون اصعب بكتير من المشوار هناك. لكن في النهايه خليني اسالك، وبيقولوا ان كل فرق اوروبا بتخاف من ريال مدريد ما عدا انه الريال بس بيخاف من برشلونه، هل بتشوف ان المقوله دي سليمه او بتتفق معاها؟ يعني الحقيقة أن كما يقول في إسبانيا، أعتقد أن الحقيقة أن النتائج الأخيرة
تقول أننا لم نفز على برشلونة وهذا يجب أن نضعه في الحسبان. أعتقد أن ريال مدريد سيفوز بهذه المباراة المقبلة أمام برشلونة في كأس الملك، ونحن أقرب من أي وقت مضى من الفوز من برشلونة بعد هذه الخسائر، ولكني أعتقد مع ابتعاد لقب الليغا سيكون تركيز ريال مدريد على لقب الكأس، لا سيما مع النتيجة 1-0 في الذهاب قادرون على تعويضها. المباراة لازالت في الملعب والمباراة ستكون مهمة للغاية، وبالأخص بعد الهزائم الأخيرة من برشلونة. اللاعبون سيكون تركيزهم الكامل في هذه المباراة. لدي ثقة كبيرة في أن ريال مدريد سيمر من هذا الدور وسيتأهل للنهائي وسيضع أمام عينيه دوري الأبطال. نعم، مباراة تشيلسي لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكني أعتقد أن ريال مدريد أفضل في الفترة الحالية من تشيلسي وسيمر من هذه المرحلة، مع الوضع في الاعتبار أن مانشستر سيتي يقدم موسم رائع، وأي من الفريقين المتأهلين من مانشستر سيتي أو بايرن سيكون له الحظ الأكبر. سؤالي الأخير ليك لي علاقة بالأهلي، وبما أنك أنت يعني مدريدي فأكيد تابعت مشوار الريال في بطولة كأس العالم الأخيرة اللي توج بلقبها، وأكيد شفت مواجهته أمام النادي الأهلي. الانطباعات اللي أنت كونتها عن فريق النادي الأهلي، عن كرة المصرية، مين أبرز اللاعبين أو أكتر اللاعبين اللي لفتوا نظر ميجال أنخال؟ أعتقد أن الأهلي يمتلك قوة كبيرة. أعجبتني بكل تأكيد المباراة التي قدمها أمام ريال مدريد، وفي النهاية فقط ريال مدريد استطاع أن يحسم المباراة بهدفين. أعتقد أن الفريق يمتلك قدرات كبيرة بشكل أخص في الهجوم، والمدرب أيضا الذي يدرب الفريق يقوم بعمل رائع. بطبيعة الحال كان يواجه ريال مدريد فلم يكن من السهل، وكنت أتمنى بكل تأكيد أن يفوز ريال مدريد، ولكني أعتقد أن الأهلي قدم مباراة كبيرة وصعب الأمور كثيرا على ريال مدريد في هذه المباراة، وبشكل أخص ردة الفعل الهجومية والخطورة الكبيرة التي مثلها لاعبو الأهلي على ريال مدريد. ولم تكن المباراة، الجميع كان يعتقد في البداية أنها سهلة، ولكنها لم تكن سهلة على الإطلاق. كنت سعيد جدا بوجودك معايا النهاردة في السادسة، وبشكرك جدا على وقتك وعلى مشاركتك معنا. شكرا على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي ميجال أنخال، نجم ريال مدريد السابق ومدرب بلد الوليد وغرناطة. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. ده كان لقائنا مع نجم الريال، نجم المرينجي طبعا، ميجال أنخال، واحد من النجوم اللي ما بيتنسوش الحقيقه في الكره الاسبانيه وفي فريق الريال. كلامنا متواصل عن الشامبيونز ليج، عن الاهلي والهلال، عن لقاءات منتخب مصر سواء الاول او الاولمبي في السادسه مع ضيفنا بلال محسن، لكن بعد الفاصل.